حضرتك تعرف أخ أحمد صار لي فترة بالمملكة البحرين وحابب أدخل مجال الاستثمار العقاري، فما شاء الله وين ما رحت وجيت بشوف مشاريع بنفقيه everywhere بالبحرين، ومشكلة بفلوسي كلها هلا حاليا بالعملات الرقمية، فشو بتنصحني؟ هل الموضوع علينا؟ واو أخ أحمد، كل شيء فرجتني رائع بصراحة، توب نوتش الفاسيليتيز والموقع، حابب أخلص، شو الإجراءات؟ أول خطوة أن أسوي لك حساب في برنامج Binance Pay للعملات المشفرة، بعدها تقوم بعملية مسح الـ QR Code وتختار العملة المشفرة اللي تبيها، وبعدين نقول مبروك عليك العقار. والله فعلا بيت الحلم، مشكور أخ أحمد، ما قصرت، نتقابل إن شاء الله ونزور مصر مرة تانية. الله يحفظك، مع السلامة. مع بنفقي كل شيء صار أسهل.